معانا الحاجة حالة التهاب أعصاب طرفية نتيجة لمرض السكر، كانت جاية مفيش إحساس برجليها خالص، التهاب أعصاب طرفية شديد جدا جدا. الحمد لله عملت الجلسات زي الفل، الدورة الدموية الدقيقة الحمد لله كويسة، الإحساس كله رجع كويس جدا، حست كويس قوي ما شاء الله. هي بقى مبسوطة وهي تعبر لكم عن خالص خالص، كان أنا مبسوطة خالص والله، مبسوطة إن ربنا شفاني بعد جلستين، يعني بساط خالص، والحمد لله بفضل ربنا أولا وبفضل دكتورة رانيا السيد، ونشكرك ونقول يا رب يخليك لينا. احنا سعيدة طبعا، من السعيد ربنا ربنا يخليك. يخليك لينا يا رب، ويخليك الشعب مصر كله، ويحط فيك البركة ويديك الصحة يا رب ويقويك. امين يا رب. وانا امين، فرحانه خالص خالص والله، ربنا يخليك. يعني ما كنتش اتوقع النتيجه دي بسرعه، وبالله عليك والله يا دكتوره، الحمد الحمد لله لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا عايزه بس ليك يعني، ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك. شكرا يا الحمد دكتوره، لله على ربنا سلامتك، يخلينا لك الحمد يا لله على رب سلامتك يا يا رب ان حبيبتي. شاء الله. شكرا يا دكتوره، الف شكر والله، يا ربنا يخليك الشعب المصري يا رب، ربنا يخليك. ويديك الصحة ويقويك يا رب. آمين يا رب، يا آمين. رب فرحتكم دي والحمد بالدنيا لله. عندنا. كان عندها التهاب أعصاب طرفية شديد جدا جدا بسبب فصل خالص السكر، كامل، ورجليها فصلت خالص مفيش إحساس، وكانت عرضة إن هي تدخل في قرح قدم سكري، والحمد لله.